كل الفرائض مطاقة، ومن أتى بالفرائض على وجهها في حدود استطاعته بذل أقصى ما عنده نال أول الحبين. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا فعل هذه الواجبات على وجهها يبقى أخذ الحب الأولاني. الحب الأولاني ده يفتح له الباب إلى النوع الثاني من الحب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، إلى آخر الحديث.